السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس القيروان النموذجية ترحب بكم. المادة اللغة العربية للصف الخامس الأساسي، الوحدة بعنوان أم المدارس، الدرس مدرسة السلط الثانوية، إعداد أسماء الأخرس، جمانة طه وأنوار عبد الجواد. وصلنا عزيزي الطالب إلى المعجم والدلالة والفهم والاستيعاب. أرجو منك عزيزي الطالب فتح الكتاب على صفحة 54 والمتابعة معي أثناء قراءة معاني المعجم وحل أسئلة المعجم والفهم والاستيعاب. تابع معي معاني المعجم والدلالة. معلم، بناء مشهور، أرجاء، أنحاء، المطل، المشرف، مرصد، موضع تعين فيه حركات الكواكب، رفد، دعم، عهد، زمن، الفضل، الإحسان، حاشد، كثير، أشاد به، أثنى عليه ومدحه، تحظى، تنال مكانة. أما الآن لننتقل معا إلى أسئلة المعجم. تابع معي عزيزي الطالب، كما أرجو منك النقل بالشكل الصحيح وبخط مرتب. السؤال الثاني، استخرج من النص أضداد الكلمات الآتية. الضاد هنا بمعنى عكس الكلمات الآتية: القديم، الفقراء، خارجي، البعيدة. القديم، ما هو عكس كلمة القديم؟ لنعود معا إلى الدرس صفحة 52 و53 واستخراج ما هو ضد كلمة القديم. أحسنت، الحديث، الفقراء، رائع، الأثرياء، خارجي، أحسنت، داخلي، البعيدة، المجاورة. أما الآن لننتقل معا للسؤال الثالث، استخدم كل كلمة من الكلمات الآتية في جمل مفيدة: تخرج، مبيت، رعاية. هنا عزيزي الطالب سأقوم بكتابة جمل على هذه الكلمات. لكل كلمة سأقوم بكتابة جملة، لكن أرجو منك عزيزي الطالب كتابة أنت أيضا جمل من إنشائك لهذه الكلمات. تخرج، تخرج أخي من الجامعة. مبيت، في مدرسة السلط قسم داخلي لمبيت الطلاب. رعاية، رعاية المسنين عمل حسن. بعد الانتهاء من المعجم، من أسئلة المعجم والدلالة، ننتقل معا عزيزي الطالب إلى أسئلة الفهم والاستيعاب. والسؤال الأول، تعد مدرسة السلط الثانوية معلما تربويا وعلميا وحضاريا، فسر ذلك. تعد هنا بمعنى تعتبر. لماذا تعتبر مدرسة السلط معلم تربوي وعلمي وحضاري؟ لماذا؟ أحسنت، لأنها المدرسة الثانوية الوحيدة طوال عهد الإمارة، وتخرج منها عشرات الطلبة من أرجاء الوطن، كان لهم الفضل في بناء الأردن الحديث. السؤال الثاني، ما دور الخريجين الأوائل
في الأردن. ما دور الخريجين الأوائل في الأردن؟ أحسنت، كما قلنا في السؤال السابق، كان لهم الفضل في بناء الأردن الحديث في مختلف المجالات السياسية والإدارية والقضائية والفكرية والأدبية. لننتقل معا للسؤال الثالث، كيف شارك الناس في بنائها؟ كيف شارك الناس في بنائها؟ بنائها وهي المقصود بها مدرسة السلط. أحسنت، شارك الناس في بنائها بجمع التبرعات منهم ومن الأثرياء، وكما قلنا سابقا الأثرياء نعني بها الأغنياء. لننتقل معا للسؤال الرابع، ما أهم أقسام المدرسة؟ ما أهم أقسام المدرسة؟ أحسنت، مرصد جوي. كانت المدرسة أول مكتبة مدرسية في الأردن، كان في المدرسة، وكما قلنا أيضا كان فيها ملاعب ومبيت للطلاب. السؤال الخامس، حظيت هذه المدرسة باهتمام الهاشميين، وضح ذلك. كما قلنا من خلال الدرس بأن مدرسة السلط حظيت باهتمام الهاشميين، كيف كان ذلك؟ أحسنت، برعاية جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، فقد زارها أكثر من مرة وأشاد بدورها، وما زالت تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. إذن المدرسة كان جلالة الملك رحمه الله الحسين يهتم بها، وقام بزيارة هذه المدرسة أكثر من مرة، وأثنى على هذه المدرسة ومدحها، طبعا أثنى على دورها. وما زالت هذه المدرسة تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. لننتقل معا للسؤال السادس، كيف تحافظ على مدرستك؟ هنا تترك الإجابة للطالب، لكني سأقوم بوضع إجابة، لكن أرجو منك عزيزي الطالب كتابة أنت أيضا من إنشائك كيف تحافظ؟ ما هي الطرق التي تتبعها لتحافظ بها على مدرستك؟ المحافظة على نظافتها والاهتمام بمرافقها العامة. أرجو منك، أعيد وأكرر، كتابة كيف تحافظ أنت على مدرستك من خلال وجهة نظرك أنت. السؤال السابع والأخير من أسئلة الفهم والاستيعاب، المدرسة هي بيتنا الثاني، كيف تطبق هذا القول على نفسك؟ هنا أرجو منك أنت أيضا عزيزي الطالب أن تقوم بالإجابة بأسلوبك أنت. أنا سأقوم بإجابة معينة لهذا السؤال، لكن أعيد وأكرر، أرجو الإجابة منك أنت أيضا. ممكن أن تقول لأنني أقضي أغلب وقتي في المدرسة وفيها زملائي الذين أعتبرهم عائلتي الثانية. الذين أعتبرهم عائلتي الثانية، هذه الإجابة ممكن أن تكون أنت إجابتك مثلها، لكن أرجو وأتمنى أن يكون لك إجابة أخرى وتوضيح أكثر. لماذا هي بيتك الثاني؟ أما الآن وصلنا إلى نهاية الحصة، نلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة.